زملائنا الكرام مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة ونقطة تحول. نقطة تحول اليوم سنتحدث فيها عن فنان عبقري، فنان نحت ورسم اسمه في التاريخ وتاريخ فنون التشكيلية على مر العصور السابقة. يحتفي البعض ويحتفل بمئوية هذا الفنان أو بأعماله أو بأثاره اللي تركها وأثرت تأثير فاعل وإيجابي في كل الفنانين، مش بس على مستوى العالم ولكن كمان في مصر. حديثنا النهاردة إن شاء الله هيكون عن الفنان العالمي ليوناردو دافنشي، أهم أعماله، نشأته، عبقريته الفنية، وكيف شكلت الحياة السياسية والحياة الاجتماعية فنون وإنتاج ليوناردو دافنشي. ومعنا في هذه الحلقة بمشيئة الله دكتور عماد أحمد إسماعيل الهواري، المدرس بكلية التربية جامعة قناة السويس. أهلا بحضرتك معنا. ومعنا أيضا الفنانة التشكيلية جيهان عبد المسيح، أهلا بيك معنا. لما نقول ليوناردو دافنشي هو اسم يعلمه الجميع، ولكن لما نتكلم عن خصوصية هذا الاسم والأثار الفنية اللي تركها لنا، واسمحوا لي أقول كلمة أثار لأنها بالفعل تعتبر أثار عالمية، حتى وإن قرب إنتاجها أو بعد إلا إنها أثار يتعلم منها الكثيرين سواء متخصصين وفنانين أو غيرهم. اسمح لي دكتور عماد أبدأ مع حضرتك ونقول من هو ليوناردو دافنشي. ليوناردو دافنشي يعني فنان طبعا عبقري من عصر النهضة، وعصر النهضة كان عصر التنوير وعصر النفوذ والسيطرة للكنيسة الكاثوليكية، وكانت الكنيسة في الفترة دي هي المسيطرة على كل شيء، وكانت بترعى الفنانين وبترعى العلم وبترعى كل حاجة. ليوناردو دافنشي اتولد لأب غير شرعي، لأم فلاحة أو عاملة، وأبوه كان من النبلاء أو من الطبقة الغنية، وطبعا عشان هم نبلاء فما اعترفوش بأمه والأب والجد ربوه، والام طبعا يعني بعد عن امه وتربى والده ابوه وجده. طبعا إذن نشا في بيئه ثريه الى حد ما في هذا العصر. لانه والده كان محامي وكان من اسره عريقه يعني في ايطاليا. طبعا والده اهتم بيه جدا وجده وعوضوه عن حنان الام، ولقوه بيحب الرسم جدا ويعني عبقري في موضوع الرسم، ولكن هو ما نفعش في الدراسة، ما حبش الدراسة التقليدية، وما كانش ناجح دراسيا. أنا أعتقد أنه عشان هو في الفترة دي، أنا بعتقد أنه عبقريته كانت رافضة الدراسة التقليدية العقيمة العادية، وهو شخصية عبقرية. وطبعا إحنا كتربويين في تربية معروف أن الإنسان العبقري أو الإنسان الموهوب ده ليه منهج خاص، يعني المنهج التقليدي ده ما بينفعش معاه. زي دلوقتي حاليا الدراسات الحديثة أثبتت إن في مدارس متفوقين عشان الدراسة التقليدية ما بتمشيش معاه. ليوناردو دافنشي طبعا والده وداه مشغل يتعلم فيه الرسم والنحت والفنون كلها مع كبار فناني عصر النهضة، عشان كده ليوناردو دافنشي يعني تماشى ده مع عبقريته وتماشى مع موهبته الفذة في الفن التشكيلي، وتعلم من كبار فناني عصر النهضة وأبدع معاهم، وكان بيرسم لوحات جماعية معاهم، وكانت معظم اللوحات طبعا بتبقى في الكنائس والأديرة والحاجات التحفة والرائعة اللي بنشوفها في كنائس روما وإيطاليا، كل ده عملوه فناني عصر النهضة وأبدعوا فيه. جميل. لما نقول انه نشأ ما نشأش فنيا في بيئة منفرة لمجال الفني، زي ما يعني كتير من فنانينا التشكيليين اللي يمكن ما ساعدتهمش الظروف التعليمية تمام على ظهور موهبتهم، فإلى حد ما كانت الأسرة وكان البيئة داعمة لي في هذا الدور. أكيد. ويتهيألي ان المدرسة اللي تعلم منها ما كانتش بعيدة عن إنتاجه الفني. هو يعني اسمح لي أن يبقى كلامي مع دكتور مع الفنانة جيهان، إن يعني هو ما كانش في حاجة غير عادية بالنسبة لإبداعات هذا القرن، القرن 15 و16.
هو طبعا والده اهتم بيه لما حس ان هو مرتبك في التعليم شويه في ظروفه العائليه، لانه اتحرم من امه برضك، لان الطفل في بدايه حياته الام والاب هم كل حاجه، بالظبط. ففي حاجه ناقصاه، فالاب حب يعالج النقطه دي بقى ان هو شايف فيه موهبه، فخلاه يروح يشتغل مع واحد يعلمه في الورشه الفنيه اللي هو اتعلم فيها ديت. ومن هنا ليراندو اتعلم حاجات كتير قوي، وابتدى يعرف هو عايز ايه. هو كان فصيح جدا لدرجه ان هو كان متعدد المواهب، ان هو كان نحات فعلا، كان بيحب الرياضه لدرجه انه كان بيدرس رياضه وهو في شاب لناس كتير من حبه. مش معناه ان هو ما كملش تعليمه ان هو مش مثقف، لا، هو كان بيثقف نفسه بنفسه وكده. كان بيحب الموسيقى جدا، وكان متذوق في الموسيقى، يسمع موسيقى كتير وكده، وكان دايما يبتكر في الفن التشكيلي ازاي يبدع فيه، حتى في لوحاته الفنية مميز جدا عن بقية الاخرين. في لوحاته الشهيرة الموناليزا، تحس انه فعلا كان مفتقد امه. حنان نظرات الموناليزا ليها معاني كتيرة في كل المراحل، في كل لما نبص لها كل يوم بشكل جديد. لما قريت عن ليراندو لقيت ان هو فعلا كان مفتقد الام في صوره أكيد الماما. اكيد افتقاد الام كان ليه اثر، آه. وان كان هنا الاثر ايجابي، آه. يعني الافتقاد ده خرجه بصوره فنيه جميله، آه. وابداعات فنيه الحقيقه العالم كله بيتكلم عنها الى الان. نقطة مهمة قوي، يعني احنا لما بنتكلم عن عصر النهضة بنتكلم عن عصر علم، تمام، وفن، طبعًا. وثقافة بتتكامل فيها أدوار التعليم مع الأنشطة، تمام. مع اسمحوا لي هنرجع طبعا ليوناردو دافينشي. احنا بنرجع، ما كان المفروض ان احنا نتقدم عن كده. ما الحقيقة ده النقطة اللي انا هقولها، ان احنا دايما يعني يا اما بنهتم بالعلم فقط، بيبقى حتى المحتوى العلمي مش هو المفترض ان احنا نقدمه، يا اما بنهتم بالجانب المواهب والانشطه على حسابها. احنا مرينا بمراحل كتيره قوي على حساب التعليم، كنا طبعا كلنا سمعنا بنظام اليوم الكامل والحاجات اللي كانت بتتم عندنا. لكن اللي يهمني هنا في النقطه اللي حضرتك اشرت ليها، ان فنان وفي عصر النهضه ولم يوصم بانه غير متعلم، بالرغم ان الفترة دي كان فيها اهتمام كبير جدا بكل ما هو علمي وكل، تمام. ما هو متطور في بناء اوروبا الحديثة. تمام. حضرتك تفسر لي المعضلة دي بايه؟ ولا الثراء كان ليه دور في الامر انه يعوضه عن عدم تعلمه؟ يعني احنا عندنا هنا موهوب مش موهوب دي مش مشكلتنا، المهم الشهادة موجودة ولا لا. أيوة. هو في حضرتك طبعا، يعني هو في طبعا نموذج يعني قريب من دافنشي مصري، اللي هو العقاد. العقاد كان عنده ابتدائية، ولكن كان عبقري، أديب ومفكر وفيلسوف، يعني عندنا نماذج كتير يعني. طبعا هو هو طبعا التعليم مهم، التعليم والتخصص مهم جدا يعني، بس في ناس بتبقى في فلتات كده، تبقى في حاجات يعني فلتات مش عادية، مش ما بنقص عليها، ده لا يقاس عليه يعني. التعليم مهم جدا، بس لا يقاس ان واحد عبقري طور نفسه، قرا، بحث، وصل لدرجه عاليه من الثقافه والعلم بمجهوده الشخصي والذاتي والفردي. فطبعا كل المجتمع بيديله تعظيم سلام، زي ما العقاد فعل كده. العقاد كان موظف وكان معاه الابتدائيه، ولكن العقاد نفس فكره يعني قريب من دافنشي في الحته دي، انه راجل بدون ما تعلمش ولا راح مدارس ولا راح جامعه، ولكنه ابدع فكريا، ولكن ابدع فكريا وادبيا. بيقولوا له تعالى نديك الدكتوراه الفخريه، اللي هم مين اللي هيناقشنا؟ لما كانوا هيدوا له الدكتوراه الفخريه في جامعه القاهره، قال لهم طب مين اللي هيناقشني؟ لان الراجل كان موسوعه وكان عبقري. فالانسان اللي بيفرض نفسه باجتهاداته الشخصيه وبيستغل عبقريته وبحثه، ده بيجبر الاخرين انها يعني تقدره. المشكله في يعني في نظام التعليم في مصر يعني، او في الوطن العربي بصفه يعني عامه. لا، انا الحقيقه عايزه اركز على مصر، دي قصه، انها النقطه الاهم بالنسبه لي، لان انا شايفه ابداعات عربيه كتير.
طيب. وشايفه ناتج على المصريين من هذه طيب الابداعات والطرق ليه؟ اكتر من الناتج اللي بياخدوه طيب. من بلدهم. هقول لحضرتك ليه. التعليم لازم يكون فيه استراتيجيه واضحه لنظام التعليم في اي دوله. استراتيجيه واضحه والتعليم يكون مقنن في جوده في الانشطه الطلابيه. النشاط الطلابي ده هو اساس العمليه التعليميه. بالصبر. يعني عدم وجود تربيه فنيه، عدم وجود تربيه موسيقيه، عدم وجود تربيه رياضيه، عدم وجود مسرح مدرسي، كارثه. دي كارثه، كارثه حقيقيه بكل المقاييس. فانت حضرتك ما تديش ما تجيبيش طالب تفتكري ان انت هتحفظيه شويه كلام او تعرفيه شويه معلومات يبقى انت كملت شخصيته. لا، في نقص كبير في شخصيته. اذا كان هو مش مدرك بقيمه وعظمه مثلا عبد الحليم ام كلثوم يبقى دي في نقص في شخصيته، ما عندوش تذوق، مش مدرك بقيمه الجمال والجمال والنظافه والنظام يبقى في نقص في شخصيته، مش مدرك بقيمه الرساله العظيمه اللي بيقوم بها الفن الهادف الراقي المسرح والسينما ومش عارف قيمتها يبقى هو في حاجه ناقصاه. فاحنا لو في تطور لو التعليم فعلا متطور النشاط المدرسي ده اهم شيء من كل الأنشطة الموجودة في المدرسة. الطالب بيخش ياخد جرعة من هنا وجرعة من هنا وجرعة من هنا بتبقى شخصيته متكاملة. ما نقللش من قيمتها ولا من أهميتها خالص، لأن زي ما احنا شايفين هو قدامنا مثل فنان ليوناردو دافينشي، يعني معلومة عدم تفوقه دراسيا وعلميا ما أثرتش على شهرته العالمية النتيجة، بس في منظومة كان في منظومة صح. هقول لحضرتك ليه، معلش انا هقطع الحته دي. دافينشي دخل المشغل بتاع فيرتو اللي هو اللي اتعلم فيه ده بمثابه اكاديميه. بالظبط. يعني هو اتعلم مش ما اتعلمش. بالظبط. اتعلم. منظومه التعليم اللي نشا فيها ادت لنا اعمال فنيه كتيره جدا. فنانتنا الجميله جيهان عبد المسيح. لو طرحنا في اول حلقتنا بما اننا بنعرف بليوناردو دافينشي اهم الاعمال اللي قدمها لنا وهل كانت نحتية أم رسومات زيتية أم إيه شكل الأعمال الفنية اللي أبدع فيها ليوناردو دافينشي؟ هو للأسف هو عدد مش كبير في أعماله الفنية اللي عملها، لأنه هو كان دايما يعمل أعمال ما يكملش الألوان بتاعتها لدرجة أنه هو أعماله نادرة جدا ومبدع، يعني مبدع في نفس الوقت، وفي نفس الوقت معظم الاعمال بتاعته ما كانتش كامله. ده معناه ان هو ما كانش دايما راضي عن نفسه، وده طبع الفنان. اي فنان لما بيعمل عمل دايما ما بيبقاش راضي عن العمل اللي هو بيعمله، مش معنى كده انه يبقى عنده صغر نفس او كده، بس هو بيحاول يبحث عن الافضل، يحفر ويبتكر حاجات جديدة وأفكار جريئة وقوية زي النحت. النحت كان ساعتها في الوقت دوت ممنوع أو كده. نعم. كان بيجيب واضح طبعا كان مع سيطرة الكنيسة كان في بعض الأفكار والعادات اللي يحرق الصحراء، كل ما هو متعلق بما هو يمس الكنيسة من قريب أو من بعيد وسيادتها في هذا الوقت كان بيبقى مؤشر لوجود خطر، وبيتم يا إما الإعدام يا إما الإقصاء يا إما الحرق. الحقيقة كان ده على أساس إن هو بيجيب مودلز حقيقي ويرسمه. نعم. نعم. فطبعا ده ما ينفعش. أنت كده فيها هنخش المرحلة الثانية اللي هي زي زينة وكلام من ده يعني. فبرضه هو كان عنده إصرار إنه يوصل رسالته، ان يوصل العلم في الفن التشكيلي سواء نحت او رسم تصوير كده زيت كل حاجه. وكان دايما يكتشف ازاي يصنع انواع الالوان بالزيت، يعملها ازاي. كان يحب يعمل كل حاجه بايده ويعلم اخرين، لان هو ما كانش للاسف في الوقت الحالي. احنا بنرجع لورا لسبب ان معظم الدكاتره كبار في مصر الفنانين التشكيليين مش بيعلموا او بيدوا، بالعكس هو ممكن يدي بس بيحتفظ بشيء. طب ليه ما الشيء اللي انت بتحتفظ بيه ده ادهوني عشان اكمل رسالتك، لان انت ممكن تموت يعني. اي وقت فينا ممكن واحد يموت، فبالتالي انت في حاجه ناقصه. الا اللي بيبخل بعلمه للاسف. الحقيقه دي نقطه خطيره خاصة في المجال الفني، لأنه أيوة. بيعتمد رسالة على التجربة ونقل التجربة بصورة صحيحة. أيوة للأسف.
فانا كنت بعاني، انا بحب اتعلم من كل الدكاتره، بس بلاحظ باخد ولازم القط، ما كل واحد عنده اصرار هيلقط وياخد، بس بلاحظ في بعض الاحيان ان مش حاجه مستكفيه، مش بيرضى يدي ما وصلتش الباقي، لكل اللي انا عايزاه. بحاول انا باتجاه ذاتي انا احاول ابحث، زي لوران دول برضو قعد يجري ويبحث ما استسلمش، اصراره على طول ان هو يشوف العلم، لدرجه انه ابتدى يدرس رياضه رياضيات، وابتدى يدرس تصميمات عشان يعمل قسم عمارة زي ما بيعمل، يدور على التخصص اللي يخدم موهبته. أيوة. ودي طريقة أخرى للتعلم الحقيقة، هنتكلم عنها وعن كيفية الاستفادة من حياة هذا الفنان المبدع ليوناردو دافينشي، سواء حياته الاجتماعية أو الظروف المعيشية اللي عاشها واللي خرجت لنا الإبداعات اللي احنا كلنا بنحتفي بيها من وقت لآخر. اسمحوا لي هنخرج لفاصل قصير ونعود لاستكمال حوارنا إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، بجدد الترحيب بحضراتكم في استوديو نقطة التحول، وبجدد ترحيبي بضيوف الكرام الفنانة جيهان عبد المسيح عضو نقابة الفنون التشكيلية، وبأكد على العضوية دي لأنها بترسم لنا نوع من المصداقية لكل أعمالنا. برحب أيضا بدكتور عماد أحمد إسماعيل الهواري، المدرس بكلية التربية جامعة قناة السويس، وما زال الحديث مستمر عن الفنان ليوناردو دافينشي بنظرة جديدة نحاول فيها أن نقرأ حياة هذا الفنان بصورة ليست بعيدة عن الواقع الذي نعيشه، لنتعلم ونستفيد، لعل وعسى يظهر لنا من الفنانين من ينافس هذا الفنان العالمي في إبداعاته. اسمح لي دكتور عماد، أما نتكلم عن المنظومة اللي نشأ فيها، بالرغم من ان المنظومة المجتمعية والسياسية في هذا الوقت كان مليئة بالحروب والتأكيد على ان سطوة الكنيسة هي المؤشر والمعيار
لكل ما يتم في مجتمع عصر النهضة. وبالرغم من ذلك وبرغم هذه التحديات شهدنا نجاحات كتيرة ليوناردو دافنشي، سواء في الحصول على التعليم الصح المتخصص. تمام. هو سيطرة الكنيسة ساعتها ما كانش مش كلها كانت ضرر، هي كانت فيها ميزات كتير يعني. ميزات كتير يعني كانت الكنيسة هي الحاكمة، فكانت زي السلطة الحاكمة في الدولة، فإنها ترعى الفن وترعى الفنانين وترعى العلماء. دي حاجة جميلة ويعني حاجة إيجابية، مش حاجة هي سلبية في بعض الحاجات الصغيرة يعني، اللي هي بقى ممنوع التشييع فيما سبق عصر النهضة الحقيقة، لأن هي مع عصر النهضة بدأت يعني صورة جديدة من العلاقات. تمام. ما بين الشعب في أوروبا وما بين الكنيسة. يعني طبعا يعني كان اسمه عصر التنوير وعصر النفوذ، فكان عصر بداية فعلا تقدير العلم، تقدير العلماء، تقدير الفنانين التشكيليين، دعمهم بكل ما أوتي من دعم معنوي من الكنيسة ومن البابا نفسه ودعم من الدولة، فكانت دي حاجة تعتبر إيجابية بعض الشيء. ولكن في بعض الحاجات ممنوع، مثلا تشريح الجسم، يعني ليوناردو كان يعني عايز يشوف الجسم من جوه، وكان يعني مش فنان بس، ده كان طبيب وكان فلكي وكان فيلسوف، كان شخصية متعددة الجوانب، وكان عنده شغف ونهم لكل ما هو علم وثقافة وإبداع، ولدرجة أنه كان بياخد يعني كان بيشرح الجثث، شرح 30 جثة بيشرحهم ومعاه الورق ويرسم كل عضو في الجسم، يرسمه بكل دقة ويشوف وظيفته ايه، مش يرسمه بس كفنان وخلاص، لا ده كطبيب وظيفة العضو ده ايه، ده بيقوم بايه، القلب بيعمل ايه، وكان بيدرس القيمة التشريحية والقيمة الوظيفية للعضو في الجسم. فطبعا في الفترة دي كان ممنوع تشريح الجثة في ايام الكنيسة، فكان اللي يشرح جثة يعاقب بالموت، فهو كان بيشرح ده في السر، في يعني في سرداب او في حته مع بعيده عن الكنيسه وعن الدوله، وكان بيشرح ويدون ملاحظاته، وكان بيدون ملاحظاته بطريقه اسمها الشفر دافنشي او الشفرات المعكوسه، كان بيكتب بالمشقلب باليمين عشان ما حدش يعرف هو بيعمل ايه، يعرف هو بيقول ايه او بيعمل ايه او معلومته ايه، هو بس اللي يعرف يقرا الكلام ده. فكان بيخبي المعلومات دي عشان ما يتعاقبش بالموت، وفي نفس الوقت ما حدش يعرف هو يعني المعلومات دي سر ابداعاته. وهو اكتشفوا المعلومات ده بعدها بمئات السنين. كان وارد ان الفنان، اي فنان يتجه لعلم التشريح، يعني الفنانين اللي عاشوا مع ليوناردو دافنشي في نفس المرحلة، كان وارد بالنسبة لهم هذا الاتجاه، ولا هو استقل بذاته في هذا العلم؟ لا ده هو اللي استقل، ده هو رائد علم التشريح. يعني دافنشي رائد علم التشريح في العصر، في يعني اول واحد شرح الجثة ودون كل الملاحظات دي، يعني ما فيش حد عمل الا هو، يعني هو كان شخصية عبقرية، فهو الوحيد، هو يعتبر رائد علم التشريح ورائد علم الطب الشرعي. يعني الطب الشرعي اللي احنا يعني ماشيين بيه دلوقتي هو يعتبر رائد لهذا العلم، انه شرح الجثه، الاوتار، كل حاجه في الجسم شرحها بطريقه دقيقه ودونها ورسمها وكتب كل حاجه عنها. كفنانين تشكيليين في العصر الحديث احنا بنلجأ للكتب. والاسف ايه عايزه تشرحي؟ يا ريت. انت عارفه يتهيألي ان الرصيد العلمي للفنون التشكيلية ممكن يكون كافي للتعرف على كل ما هو تشريحي وفسيولوجي في جسم الإنسان، واللي بيساعد بصورة أو بأخرى طبعا في دقة الرسم، هو للأسف وخاصة التصوير، في حالة التصوير لا للأسف لا. هو كده دافنشي علمنا حاجة، إن لازم العملي في كل شيء، الحاجة العملية. يعني أنا أرسمك فكرة قدامي التشريح أحسن ما أرسمك من كارت، وإن يكون الناتج فني وإبداعي فيها تناقض كبير أوي. لا هو يعني الجانب فيها يعني أنا بشرح إنسان، ما أنا مش الجانب هشرح. العملي ده هو في حد ذاته الحقيقة فيه لا وأنا مش هشرح، هو عمل تجربة حية.
زي تجربة القدماء المصريين زي الفراعنة. الفراعنة دلوقتي احنا مش عارفين نحنط عملية التحنيط لحد دلوقتي ما عرفناش نوصل لها، بس هو ادانا رسالة نحملها ونحافظ عليها. ازاي لفة الايد تترسم، ازاي الشريان يبقى باين، ازاي مش ان انا ارسم ايد كده وخلاص تبقى صمة، لا لازم تكون فيها روح دموية، كأن في صورة حية بمسكها بإيديا، مش ان انا ارسم وردة او ارسم شيء عامل متجمد. فهو هنا وصل لنقطة ازاي ارسم بالروح، يعني التشريح ده وصلني ان انا احط كتلة حية، مش ان انا ارسم شكل كده بالمسطرة ولا بالقلم ولا كده، لا ده انا اعيش القصة دي ارسمها ميتة. طب ميتة يبقى انا ارسمها بالوضع الطبيعي ان هي فعلا كان ميتة، يبقى انا اوصل للناظر اللوحة او المنظور ان الجثة دي فعلا اللي رسمها الفنان دي كان ميتة. طب ازاي انت جايب جثث ترسمه منها؟ ما هو انا برسم الحقيقة. فهو وصل لنا معلومة ان احنا نرسم من الحقيقة، ارسم وردة حقيقية مش ارسم وردة من كارت. الحقيقة احنا معانا بعض الصور يتهيألي ده من كتاب التشريح الخاص بليوناردو دافنشي، يعني واضح ان هو ناكت ومعالم الجسم كلها ظاهرة. فاسمحوا لي ان احنا يبقى لنا تعليق على الصورة اللي احنا شايفينها ورأي حضراتكم في هذه الابداعات العلمية اللي قبل ما تكون فنية. هو هنا يعني بيرسم تفاصيل الانسان فعلا بالتشريح جاية ازاي، العضلات لما هو منطرح او نايم او فارد في اوضاع مختلفة. في صورة رسمها وانا يعني نعلق على الصورة دي الاول، لان هي لو دورنا على ابداعات جمالية ممكن تشد الناظر والمهتم فنيا مش هنلاقي. فهو الجانب هنا واضح زي ما حضراتكم قلتوا هو إصرار علمي على الوصول لحقيقة، يعني كل جزء في كل عضو في جسم الإنسان علشان لما أرسمه أبقى عارف ده إيه. وده الحقيقة يعني تعمق شديد جدا، يعني دي يعني وما كانش مطالب بيها، يعني كل إن هو صار في هذا الطريق بصورة هو كده يعني يعتبر عالم اختيارية، عالم فن تشكيلي. هو دافنشي، هقول لحضرتك حاجة، هو دافنشي ما كانش رسام بس، يعني ده كان طبيب، كان فلكي، كان مهندس، كان يعني كان متعدد المواهب. فهو كشغل اللي هو بيتناوله شغل التشريح ده مش فنان عادي، يعني مش يعني حتى في أعماله الفنية انت تبص اللوحات، هو لوحاته على فكرة أعماله قليلة، وكان بطيء جدا فني، يعني كان فبطيء في رسم اللوحات لدرجة ان اعماله الفنية قليلة، يعني اعماله قليلة. احنا معانا الحقيقة مجموعة من اعماله اللي استاذن حضرتك دكتور عماد نعلق عليها، وفنانتنا الاستاذة جيهان عبد المسيح نعلق عليها ونقول ايه اهم الجماليات اللي موجودة فيها، وايه المختلف في هذا الفنان عن فناني عصر النهضة اللي جعلته من العلامات في هذا العصر. اللي يختلف في دافنشي عن فناني عصر النهضة، اول حاجة رسوماته يعني واقعية بطريقة جديدة، يعني مثلا لوحة العشاء الاخير مثلا كلوحة، هو اللوحه دي ما كانوش، هو السيد المسيح ما كانش قاعد مع الحواريين في اللوحه، يعني ما هو تخيل المنظر، تخيل الحواريين حواليه وكله بيتامر عليه او ده بيتامر عليه وهو قاعد في سكون وهدوء، وحواليه خلفيه يعني خلفيه زي ما حضرتك شايفه كانهم في مكان وبيتعشوا مع بعض، ففي الواقع ما كانوش بيتعشوا ولا حاجه، هو في الواقع انه جمع الفكرة. يعني هو رسم الفكرة، هو كان مستو بيعمل ايه، بيجيب جزء من هنا وجزء من هنا ويخلق قصة او يخلق موضوع. لوحة يعني بص حضرتك هتبصي لو قال الصورة دي نفسها لو اتقلبت على الوش التاني نفس الشكل، هتلاقي السيد المسيح في الوسط بسكون وهدوء، هتلاقي حواليه كل واحد بيتآمر عليه من الحواريون. لوحة الموناليزا مثلا، اسمحي فنانتنا الأستاذة جيان ليكي تعليق على اللوحة. لوحة العشاء الرباني، هو السيد المسيح كان قاعد مع التلاميذ، والصورة هنا بارز قوي نقطة يهوذا وهو أخذ اللقمة وهارب.
على اساس انه في تآمر زي ما انت قلت وكده، بس هو عشان يهوذا لما اكتشف ان هو الخاين، لان السيد المسيح باللوحه ديت دافنشي مبين المنظر يعني ان في واحد فيكم هيخوني، فطبعا يهوذا اخذ من الطبق وجري، فهنا بين سرعه الجري وسرعه ان هو السيد المسيح عارف ان في حد هيخونه، والتلاميذ حواليه وكانوا عمالين يبصوا، انا كله بيسال بعضه مين اللي هيخونه مين، هو الوحيد اللي جري وخد بعضه بعد ما اكل يهوذا، فبين في اللوحه يعني الجانب الديني في اعماله وفنان وهذا الجانب التصويري. لو رجعنا لعلمه هو وتعمقه في دراسة علم التشريح، أكيد هو تم في السر، إنما الناتج عن هذا العلم كان إبداعات تصويرية تقارب الواقع والحقيقة. ردود فعل المجتمع في هذا الوقت والكنيسة على هذا الأمر وفنانين المحيطين به، لأن هو ما وصلش لنقطة الدقة في التصوير من فراغ. هقول لحضرتك حاجة، هو طبعا دافنشي يعني عشان درس تشريح يعني درس تصريح بقوة واشتغل كتير، تلاقي دايما تلاقي الوجوه فيها تعبيرات كأنها وجوه حقيقية. يعني تبص لأي وجه عمله دافنشي هتلاقي فيه تعبيرات، نظرة العين والوجه، ففي كل أعماله فيها تعبيرات حقيقية، تحس إن اللوحة حقيقية. لو جينا للوحة الموناليزا هتبص لوش الموناليزا، في طبعا من الموناليزا او الجوكندا من اجمل لوحات العالم، ولوحه دي اللوحه دي كان رسمها في 3 سنين، قعد 3 سنين يرسم فيها وشالها معاه دايما رايح بيها جاي بيها 10 سنين، فالناس افتكرت انه قعد 10 سنين يرسم فيها، ولكن هو قعد 3 سنين بس يرسم في اللوحه دي. طبعا دافنشي اللوحه دي ابدع فيها ابداع غير عادي، لان يعني لو بصيتي فيها هتلاقي هو رسم 3 لوحات كنت على فكره، مش لوحه واحده. الحقيقه انا شايفه منظرين مختلفين. ثلاثه عشان بس الملامح اللي احنا شايفينها طبعا بين الصوره واخرى هي مختلفه، وفي لوحه ثالثه. هو رسم 3 لوحات 3 لوحات للجوكندا، ودي زوجة رجل ثري. لو بصيتي لوش دافنشي نفسه تقاطعي الوش وتعبيراته، لو جيتي عملتيه على ورق كلك شفاف وحطيتيه على وش الموناليزا هتلاقي نفس التعبيرات بتاعت وشه ونفس يعني الشفاف ونفس كل حاجة مظبوطة كأنه طابع وشه، بس هو الرسمة على شكل امرأة وهو على شكل هو يعني الفنان بيطبع ملامحه في اللوحة. أي ما دي النقطة طبعا بس لما يغلب تغلب ملامحه على اللوحة يتهيالي ده يبقى جانب. لا مش يعني لا مش تغلب ملامحه، النسب مش لا احنا لما مثلا لما اجي ارسم غالبا برسم نفسي او بعمل نحت الوش مثلا، لان نفسي بتطبع على الشغل. ولكن دافنشي انا بتكلم عن النسب، نسب العين، نسب الوجه، النسب التشريحيه بتاعت الموناليزا هي نفس النسب بتاعت دافنشي، نفس النسب بالظبط، ودي حاجه من ضمن الحاجات. هو احب هذا الوجه عشان يعني كده ابدع فيه. هو يعني وكون انه يكون مقارب للنسب نفس نسب وجهه، هو دارس تشريح. أيوة. فمن هنا جه مركز الابداع. الحقيقه هنتابع مع بعض لوح اخرى. الحلقه دي يعني نوع من الاظهار وإعادة قراءة لحياة ليوناردو دافنشي. احنا معانا لوحة تانية يعني بمشيئة الله طوال الحلقة هنستعرض فيها أعماله. اللوحة دي على فكرة غريبة جدا، يعني اللوحة دي اسمها ايه دكتور؟ دي العذراء والملاك، او دي بتمثل السيدة العذراء، وده لوحة البشارة. ده ملاك بيبشر بالسيدة العذراء ان هي هتلد سيدنا عيسى المسيح. طبعا اللوحه دي مش رسمته هو لوحده، دي رسمه فنان معاه. هو الرسم الملاك ده، الملاك ده في العصر الحديث عملوا اشعه سينيه عليه اختفى. يعني حطوا اشعه سينيه، حطوا اشعه على اللوحه لقوا الملاك ده مش موجود. وتفسير ده تفسيرها ايه؟ هو عبقري الملاك ده، هو ملاك ما الملاك انت حضرتك عارفه ما بيظهرش، يعني المفروض يظهر فهو طبعا قصده كده، بس طبعا عملها بطريقه فيها اعجاز. الملاك ده رسمه باصباغ غير اللوحه بالظبط، الماده اللي استخدمها الماده اللي استخدمها
اللي استخدمها الفنان اللي معاه اللي هو رسم السيدة العذراء، الملاك بأصباغ تانية خالص، بأصباغ مختلفة تماما عن اللوحة، أصباغ هو مكونها. دافنشي كان دايما يحب يجرب، فكان بيجيب أصباغ، دي لوحة شخصية، دي صورته الشخصية يعني، دي صورته الحقيقية. كان بيجيب دايما ألوان وأصباغ وبيجرب دايما دايما يجرب، لدرجة إن في أصباغ كانت ما بتقعدش في اللوحة، في لوحات كتير من أعماله باظت وخربت بسبب إن في أصباغ كان بيجربها وما بتنفعش. ففي لوحات كتير من أعماله باظت، وفي بعض أعماله مش موجودة. فطبعا هو كفنان عبقري بكل المقاييس يعني. جميل. حياته الاجتماعية أثرت على أعماله، نشأته، علاقاته النسائية، حياته الشخصية أثرت بصورة أو بأخرى على أعماله الفنية؟ لا، هو بالعكس، ده هو كان مكرس وقته للفن. يقال أنه كان جميل قوامه وشكله، يعني يعيش سنه بطول بالعرض، الملامح الحقيقة، وغير أنه هو أبوه سخي يعني، مش ناقصه حاجة. لا، هو ترك كل شيء وكرس في نفسه للفن بس، ما تقالش عنه ان هو حب واحده او كده، ما تقالش عنه حاجه، اتقال عنه ان هو فنان فضل لحد اخر لحظه بيرسم. اي نعم، هي لوحاته كانت قليله، مش معنى كده ان الفنان مش ملزم ان هو يرسم كتير. مش بالكثره. مش بالكثره. وبعدين هو بيوصل في الاخر للوحه او لوحتين في حياته، قالك انا هرسم واعمل تجارب واضيع لوحات وابوظ واعمل على التجربه، بس في الاخر نجح انه عمل اكتر من كذا واحده، اكتر من 5 لوحات، بس لوحات شهيره، اثريه يعني. لحد دلوقتي احنا للحين لحد دلوقتي مش هنقدر نعمل بنفس المستوى، مهما جه علماء فن وناس ابتكرت تضيف على الفن. وهو ده الغريب. لحد دلوقتي. وهو ده الغريب. شوف كام قرن عدى. زي احنا ما بنقول. الكلام ده من القرن ال14. نعم. هو توفي سنة 67، يعني سنه كانش كبير برضو يعني، في عمر 67 يعني توفى. في عزه. برضو يعني. ده يعني. وطبعا. يخلينا يعني هل نتندر؟ لا، هو قال لحضرتك حاجه برضه، يعني نعمل ايه يا دكتور؟ لا، هو قال لحضرتك برضه حاجه، مع كل التقدم اللي احنا فيه ده، لا عايزين نقطه التعمق والتخصص. لا، هقول لحضرتك حاجه، اللي احنا بنقول عليها في عصرنا الحالي، لازم احنا اصحاب حضاره عظيمه جدا، الحضاره المصريه القديمه، وطبعا احنا علمنا العالم كله. وحضرتك لو رحت الاقصر اسوان ونزلتي، انا ما بكلمش عن حضرتك يا دكتور عماد، بس ما تهربش مني، انا جاي في الطريق يعني. الفنان المصري القديم تفوق على اي فنان. نعم. المصري القديم تفوق على دافنشي. نعم. وتفوق على كل العالم. نعم. يعني احنا عندنا تراث حضاري عظيم، هو كشخصيه وعندنا عبقرية. تراث عصري كمان وعندنا جميل، تراث، لكن اين الاهتمام به؟ ما انا بتكلم في كده، احنا ما نظلمش نفسنا يعني. احنا ما نظلمش نفسنا، احنا عندنا حضاره. روحي شوفي بس المقابر الالوان اللي بقالها 5 و6 آلاف سنه زي ما هي. انا يعني حضرتك روحي واتفرجي، واكيد عندنا فنانين مبدعين بنفس المستوى دايما في كل بس عصر. النقطه المنظومه اللي بتظهر كل ده يا دكتور، ما احنا يمكن في حلقه سابقه قبل هذه الحلقه مباشره كنا بنتكلم عن الناتج التراث الثقافي المصري في مظاهر حياتنا فين، وهسال نفس السؤال دلوقتي، اين ناتج هذا التراث الفني العلمي المدقق المتخصص في حياتنا في الوقت الحالي؟ تمام. هو ده السؤال، بدون ما نظلم نفسنا وبدون ما نجور على حد. صح. وبدون ما نعلي حد على حد، احنا بنتكلم عن واقع احنا بنعيشه في الكثير من المعاناة، وليس والقليل من التيسير. ده حقيقي. فهي دي النقطة، احنا بنتعلم من تجارب غيرنا صحيح. تمام. لكن مش ما بنظلمش نفسنا، لا، ما كناش هنعمل كده
هنفضل برضو طبعا طبعا احنا انا مع حضرتك طبعا مش في الصوره، هو المسؤول عن الكلام ده المنظومه التعليميه. ما هو ده زي ما بدانا حلقتنا وقلنا انا النهارده الصبح قريت على الفيس صديق اعرفه يعني هيفتح منظومه يعني تشجيعيه وكده، بيتكلم فيها عن التعليم الجديد للثانويه العامه اقتراح يعني. فعمل اقسام، قسم مثلا العلمي صيدله طب كذا، قسم معرفش ايه كذا، نسي خالص يكتب القسم الادبي والفني. انا علقت قلت له فين القسم الادبي والفني وعلى اساس الاعلام يعني والفن نفسه مش موجود، واقع في الليست عنده. ده دليل ان هو الفن والادب مش موجودين، ده دليل على ان اللي يفكر بصوره ويقترح اقتراح يستمع ليه الاخرين لازم يبقى فكره متكامل. أيوة. مش اي حد يقول اي كلام وخلاص ونعتبر انه مؤسس لمنظومه او مؤسس. حضرتك لما نيجي نحط اي نظام تعليمي في اي دوله في العالم ما فيش واحد بيحطه لوحده، يعني ما يجيش واحد كده لو هو عبقري العباقره يعني ما يجيش يقعد يحط نظام تعليمي. مش ممكن، هو مش بمعزل عن حياته وواقعه. في خبراء في كافة التخصصات، في علم النفس، في علم النفس التربوي، في الأنشطة الطلابية، في يعني في كل حاجة، في الرياضة، بتوع الرياضة مثلا التربية الرياضية، بتوع التربية الفنية، بتوع الموسيقى، بتوع يعني كل واحد عنده فكر وعنده رأي بيضعه في الاستراتيجية بتاعة تطوير التعليم وتنظيم التعليم في مصر والارتقاء بنظام التعليم. فما حدش بيجي بقى يقول لك أنا عامل خطة للتطوير وخطة كشخص، هو ما ينفعش. لازم كل الناس اللي عندها رؤية وعندها فكرة تحط فكرها ونتفق على استراتيجية صحيحة. واحنا ممكن مش نعمل بقى، احنا في دول اقل مننا بكتير وعملوا افكار احنا ممكن ناخد منهم. يعني انا عملت فكرة، يعني انا رحت يعني عندي بحث عن نظام التعليم في اليابان عملته، فبجري فيه رحت شفت يعني حاجات رائعة. طفل في اليابان، يعني طبعا ما رحتش اليابان، انا رحت المدرسة اليابانية في القاهرة، يعني لقيت بيقول الطفل لما بيخش الفصل حاطط فوطه على الديسك وبيمسح الديسك بينظفه، بينظف فصله، بيكنسه، بيكنس الحمامات، ويوم السبت او الجمعه الاسره العيله كلها بتيجي المدرسه. الطفل المصري تنظف. عنده المبادره وعنده الرغبه، ده حقيقة. ولكن ممكن مدير المدرسه يجي يقول له انت هتودينا في داهيه، انتوا هتعملوا لنا مشاكل، انتوا لا، المبادرات موجوده والاطفال موجودة. عندهم كل الرغبه في انهم يشاركوا دون تأفف او تعفف. حقيقة. في ادق حاجه واقل حاجه ممكن تكون تحيط بيهم، لكن مش مدين لهم الفرصه. كله خايف، كله خايف يسيب الفرصه للناس تفكر. كل اللي قاعد على كرسي خايف ان اللي هيجي يقول فكره حتى لو كان طفل صغير عايز يعيد بيض الفصل بتاعه. أيوة ده هتودينا في داهيه. ايوه ده حقيقي. انا جربتها دافينشي جات له محاربات اكيد، فتخطى الحاجات ديت. احنا برضو كشعب مصر مثلا عندنا القدره لكل شيء نعمله، نتخطى كل ده. لو كل اسره اهتمت بالطفل ابنها ازاي، لو لقيته بيرسم او بيعمل او اي هوايه او حتى بيلعب كوره، تنمي الموهبه بتاعته. ما تسيبوش طفلكوا كده لا لا، لازم يذاكر وسقله بالمذاكره في الثانويه العامه وتعبه وقدره لدرجه ان هو ما فيش موهبه. طب انا عايزه، انا متخيله الطفل دوت لما بيبقى مثلا في الثانويه عامه بيجيب مجموع ازاي من غير موهبه. الموهبه بتساعد على نمو العقل ان هو يذاكر، هو من الذكاء انه يلبي متطلبات واقعه. يعني هو ما بيفشلش حتى في تلبية الواقع، متطلبات الواقع اللي هو بيعيش فيه، حتى لو كان على حساب نفسه. بعضهم بينجح في انه يوجد لنفسه طريق موازي، بس نسبة ضئيلة، وانه يبدع ويتفوق، بس دي مش نسبة، بس كلها بتبقى مبادرات فردية. وربنا لو بسيطة. كرمه بحد يساعده يبقى خير وبركة. مفيش بيحاول يجتهد على قد دي بتبقى فلتات في نسبة 2% او 5% يعني بالكتير. بالظبط، يعني احنا ما نظلمهمش. هم هو ده اللي مطلوب مننا واحنا عملناه. ما تلوموناش عليه بصراحة. طيب. يعني كتر خيرهم ان هم يبقى هي دور الاسرة فوق 100% عايزين ايه تاني؟ انا مش فاهمة. لا، ما هو انا مش عايزة اتعلم وخلاص. بالظبط، انا هو مش ده بقى. مجرد كراسة كده وفكر وبس. احنا اللي بنرسم لهم الطريق يا فنانتنا الجميلة. امرن عقلي وبدل الطريق مرسوم غلط ما نلومش عليهم. لازم يبقى في خطة ورؤية واضحة. يعني انا دلوقتي بلعب مثلا رياضة، جسمي هي
هيفضل حلو. لو انا باكل كتير كل شويه وبغذي نفسي هبقى بومبا، فلازم الرياضه تشجعني ان انا ابقى حاجه حلوه. الحقيقه نفس الفكره في المواهب برضو، انه يتابع لوح ليوناردو دافينشي مع كلامنا، مستمرين في كلامنا اللي ما بيبتعدش عن الواقع. احنا بنعرض لتجارب ثريه وغنيه في المجال الفني، ونشوف احنا نقدر نتعلم منها ايه ونتعلم فن ازاي. لو فنانتنا الجميله جيهان عبد المسيح بصينا كده على هذه اللوحه واشوف تعليق حضراتكم عليها، اسمها الاول وخصوصيتها بالنسبه لليوناردو دافينشي. هنا جموع قاعدين بيتكلموا في مجمع، بيسمعوا معلم ويتكلموا معاه، يعني انتباه للجموع، ان يعني هو قاعد مديك ايحاء ان الكل سامع الشخص اللي واقف دوت او بيتكلم، فبيديك الصوره ان دي حيه، يعني تحس ان صورة واقعية، لقطه حقيقيه. بس كمان يعني موجود فيها رموز، في حاله فكريه. أيوة. هو انا ما برسمش واقع وبس، يعني هو ليس مقلد، هو في فكر ورا اللوحه. معظم لوحاته فيها رموز، يعني ممكن احنا ما نكتشفش الرموز دلوقتي، ممكن نكتشفها بعدين. يعني هو دايما يعني اكتشافات الرموز بتاعته او الشفرات بتاعه دافينشي اكتشفوها بعدها ب 300 سنه ب 400 سنه. يعني هم يعني لما بيدرسوا بيعملوا تجارب اشعه سينيه، بيعملوا ابحاث كده جديده عن في الفن، ويشوفوا الالوان، بيعملوا تجارب فبيكتشفوا جديد، يعني كل فتره يكتشفوا حاجه جديده. هو كان قراءة فنان جديدة عبقري لوحات ليوناردو، وكان فنان عبقري وكان فنان لو مبدع. بصينا على ودايما يعني اللوحه ديت لها رمز جامد قوي، يعني من وجهه نظري ان هو محمول كحمل على امراه، ممكن تكون هي امه رسمها، فهو واضح ان في لوحاته متاثر بوالدته قوي لانه ما شافهاش، وطول عمره كان عايش مع والده وكده. دي قراءه حضرتك دكتور جيهان ولا كان لا يعني دي من بعض منظوري الخاص، راي حضرتك تحليلي بس. هو طبعا هو كان بيرسم شخصيات، يعني مثلا الموناليزا دي كان الزوج التاجر البندقيه، دي شخصيه برضو اخرى بيرسمها، يعني بيرسم لوحات وبورتريهات لشخصيات عامه بس بيطبع في اللي جواه، بس طبعا بتاثر فيه كفنان، في حاجات بتبقى تعبيريه زي ما الفنانه جيهان بتقول كده. وهو طبعا كان بيرسم دايما شو الحاجات اللي هي بتترسم في الكنيسه، العذراء والمسيدنا المسيح، ده الحقيقه الجانب الحواريون عايزه اتساءل عنه، ده ان هو يعني يدخل داخل جدران الكنيسه ويبدا في تصوير ما هو تاريخي بصورة واقعية، وصعوبة التصوير على جدران، أنا لما برسم على جدران غير لما برسم على لوح زيتية محدودة المساحة، يعني هو كمان تفوق على نفسه في دقة يعني هو فنان التصوير. فنان عصر النهضة بصفة عامة كانوا مبدعين في قصة انه يرسموا على الجدران الكنيسة كلهم، يعني كلهم كانوا مبدعين في الموضوع ده، لان كانت هم كلهم كانوا بيشتغلوا كده، يعني كل فنان عصر النهضة وما بعد عصر النهضة بفترة كانوا بيرسموا دايما حياة سيدنا عيسى المسيح والسيدة العذراء والحواريين، دايما كانوا بيرسموها في الكنائس، بتدي جمال للكنيسة وبتدي حاجات تعبيرية كده، دايما كانوا بيرسموا كده. بس طبعا دافينشي كفنان طب تميز عنهم في حاجات، يعني في اسلوبه اللي هو الاسلوب الواقعي من الواقع، وبيدخل افكار عليه تانية او بيدخل حاجات تانية عليه، التعبيريات التعبيرية بتاعت الوجه، الالوان كانت رائعة، الوانه معظمها لا رائعة، وكان بيعمل جميل. تنسيق للالوان، كان عنده الظل والنور رائع. تبص حضرتك الحقيقة فعلا وحف اكتر من صورة، الظل والنور في وش الاضاءة في وش البورتريه رسمه، فكان فنان، يعني كان فنان رائع. يعني هو هنا رسم طفل فقير، واضح ان هو برضو كان في المرحلة دي بيعاني من حرمان عاطفي او شيء، يعني هو الفنان بصفة عامة بيتأثر بأي حالة، يعني ممكن يلاقي طفل فقير يقوم عايش الحالة ورسمه، يعني دايما بيعيش الحالة. هنا برضو في رومانسي جدا في اللوحة ديت، يعني هو كزي شاب زي أي شباب بيحب ويتحب، يعني اللي لفت نظري ان هي يعني كانها طبعا التصوير الفوتوغرافي كده. ما كانش تم ما هو ده اللي عمله الصوره، كانها اشخاص حقيقيين وده نتيجه لدراسته لعلم التشريح وغيره من العلوم. هو شارك كمان في انشاء
او وضع الشكل النهائي لمدينه البندقيه. ده في حد ذاته يعني ده جانب بنائي وانشائي. ما هو كمهندس. نعم. كمهندس برضو. نعم. هو دافنشي في عصر النهضه، في فتره عصر النهضه طبعا عاشر رياضيين، يعاشر علماء في الرياضه، ثقف نفسه وتعلم منهم، وهو دايما كان باحث، بيبحث في العلم وفي الفيزياء وفي في كل حاجه، حتى هو اخترع حاجات الطيران وحاجات حاجات حديثه دلوقتي، القنابل هو رسم رسومات يعني كاريكاتيريه كده سريعه، سكتشات سريعه للحاجات اللي احنا بنشوفها اليومين دول. يعني هو كان سابع عصره بفتره كبيره يعني. فهو حتى كجغرافي رسم خريطه البندقيه من فوق كانه راكب طياره فوق. يعني ممكن نقول ان هو كان متنبئ باشياء هتحدث او كده. لا هو مش حته التنبؤ، هو الـ طبعا في ناس تقول لك ده، يعني في بعض الناس اللي بيفسروا حياه دافنشي انه تعامل مع كائنات فضائيه وحاجات زي كده. طبعا لا لا لا، دي انا مش هو تنبؤ غير ان انا اتعامل، مش عليه مش على يعني كلامي. في فطر في بالفطره ان هو بيتنبأ باشياء من كتر العلم اللي فيه، بيستنتج ان هو فيما بعد هيحصل شيء، هو استنتاج اكتر منه، وده ومحاولة يستدل بالواقع على ما يمكن ان يحدث نتيجه لوقائع بعينها للبحث اللي عمله. هو بما انه عالم، بما انه هو عالم ومهندس وجيولوجي وكل القصص دي، فهو كعالم يعني استنتاجات واستقصاءات علميه مش تنبؤ. يعني التنبؤ ده واحد بقى حلم ويتنبأ والكلام ده، لكن بما هو دارس علم وقاري في العلم يستدل به على ما هو قادم، وقاري هنا، فكان بيخترع اختراعات اختراعات وافكار انها تتنفذ اللي عاملها، بس كان ناقص تنفيذ. يعني هل الفكرة صحيح هو اول من ابتكر فكره الاسانسير او المصعد؟ ده حقيقي، ده هو يعني هو عمل افكار كتير يعني. الافكار دي كانت مصوره ومكتوبه. ايه معالم ما هو كاتب جنب السكتشات اللي راسمها دي، كاتب شرح الفكره، فكره ان مثلا حاجه تاخدني لفوق، طياره هليكوبتر، هليكوبتر، البدلة الغطس، الجناح بتاع اللي هو المنطاد، يعني حاجات كتير عملها سكتشات. يعني طبعا هو قرا كتير وبحث كتير، بحث في كل المجالات. اول ما فكر في المشي على الماء الحقيقه يعني كان ليه ابداعات فكريه مش بعيده عن الواقع بتاعه، هو بيحاول هو يعيش افضل المشي او يوجد وسائل لعيشه افضل، بالرغم من ان العصر ده كان يعني فيه من الثراء في كل شيء ومن الابداعات في كل شيء، الا انه كان بيبحث دائما عن الافضل. هو كان مؤمن جدا وتقي جدا، لدرجه ان هو التعليم اللي اخذها من الكنيسه كان السيد المسيح بيمشي على الميه، لما قال له بطرس تعالى امشي على الميه ما تخافش، هو وصل فكره ان هو عايز يعمل اللي عمله السيد المسيح. ازاي ما يعرفش، بس كان بيحاول يوصل للمرحله دي ويحاول يبتكر ازاي امشي على الميه. هي دي فكره ازاي ان هو عايز يمشي على الميه. هو فكره على فكره حته انه كان متدين، ما كانش متدين ولا حاجه، هو هو تربى في الكنيسه بس للاسف هو ما كانش متدين خالص. يعني كان يعني في سلوكياته الشخصيه لا هو ما كانش متملوش علاقه بالدين. يعني لا ما انا هقول لك على حاجه، لوحاته بتطيح هو لوحات غير الاعتقاد، الاتجاه للعقيده انما ان انا سلوكياتي تتطابق مع عقيدتي الى حد لا ما السلوكيات هي ممكن، وده اللي بيقول عليه دكتور عماد مش متدين خالص. يعني حتى ده هو وثني يعتبر، لا فكره انه وثني. والتصنيف جاء بناء على ايه؟ هو ما كانش يعني، هو كان بيعمل اي ده بيعمل حاجات تخالف العقيده والكنيسه. يعني ما هي لوحه العشاء الرباني كان فيها الحاد في نقطه صغيره، ان مريم المجدليه كانت معاه. مريم المجدليه ما كانتش موجوده في اللوحه دي خالص، اللي هم التلاميذ بس، ال 12 تلميذ ومنهم يهوذا اللي هو مشي بقى 11 تلميذ. يقال ان هو قصد مريم المجدليه، لا اللي على كتفه دوت مش مريم المجدليه خالص، ده تلميذ من تلاميذه اسمه يوحنا الحبيب، مش واحده ست، راجل. بس هو كان فكرته في كده، ان هو يعني فيها حته
إلحاد سنة في هو لا هو كفا ك ك ك في فكرة إن مريم المجدلية وهي ما كانش مريم، كان يوحنا. يمكن يكون هو مؤسس فكرة ارتباطه برسم الجداريات داخل الكنائس كفنان، هي اللي حطت عليه. أيوة هو حب يبدل الجانب. لا يعني لا، الناس اعتقدت انه متدين. لا هو مش متدين ولا حاجه، يعني بس هو حب يبدل بين يوحنا الحبيب بواحده ست ان هي بتحب المسيح وكده، وهو ما كانش فيه كلام ده خالص. عموما وكده هي دي الفكره، خرجنا عن الموضوع. بنطرح حياه فنان بكل ايجابياتها وكل سلبياتها وبنتعلم منها. هو جريء جدا، هو ابدع ايضا في الجانب النباتات بالتصوير ايضا دقيق جدا وواقعي ويقترب من الواقع. هو كان دايما بيختلف نفسه في الطبيعه ويقعد بالايام وبالساعات يراقب النبات. هو جيولوجي او مهندس، عايز يعرف النبات بيطلع ده عشان يعرف يرسمه ازاي. وعالم تشريح. لا هو كمان مهندس انشائي. لا هو كان ونحات وموسيقي، كان متعدد المواهب حقيقي، كان متعدد وكان دايما احنا بنتكلم عن حاله مش انسان. لا هو كان يعني حاجه يعني عبقريه حقيقي. كان دايما يقعد في مع نفسه كده في الاشجار وسط النبات، دايما يتامل كل شيء، يتامل النباتات، يتأمل الأشجار، يتأمل كل حاجة. ما كانش يعني كان شخصية غير عادية فعلا، وكان بيدرس، مش بيتأمل كده وخلاص، لا بيدرس فيزياء النبات وعمليات البناء الضوئي، يعني كل حاجة ليه لماذا، يعني بيدرس السبب، مش بيدرس رسم يرسم وخلاص. يعني كفنان أنا مثلا باجي أرسم الحالة اللي قدامي، لا هو بيدرس الصيغه التشريحيه والصيغه الوظيفيه، كانه هو مهندس نبات او طبيب. ما هو ما بيعملش نفسه كفنان بس، ما بيتعامل ككل حاجه، كباحث في كل انواع العلوم. يعني اذا كنا هنتعلم حاجه، فيتهيألي اهم حاجه ممكن نتعلمها من ليوناردو دافينشي هو التكامل، واننا التخصص ما يمنعش التعمق في مجالات اخرى وموضوعات اخرى. تمام. وان كوني ان انا متخصص في شيء ما يمنعش ان انا ابدع واتخصص ايضا في، حتى لو كانت بمعارف سطحيه مش مشكله، لكن بتديني خبرات تنفعني في تخصصي او حتى في حياتي اليوميه. وده اللي احنا بنقوله، ان احنا ولادنا وفنانيننا الكبار محتاجين منظومه جديده، مفروض محتاجين ان احنا ننمي جواهم حب المبادره. وان انا ما احكموش في مجال او في تخصص، خصوصا في المراحل المبكره. المفروض انه يتعلم كل شيء واي شيء. صح. لان ده اكيد هيفيد عشان يركز. هو ممكن يكون الانسان موهوب في حاجه، كلنا ما فيش مش انسان عارف. مش موهوب. دي مشكله الاب والام. الطفل ما بيتولد بيبقى موهوب في تعدد كذا موهبة، بيفضل على موهبة معينة في سن معين بيركز عليها، بس موهوب في أي حاجة، في الموسيقى، في الرياضة، في أي حاجة، في الشعر، في كل مجالات الفنون موهوب. ما فيش طفل مش موهوب حتى لو عنده إعاقة ذهنية. بس رعاية الموهبة ناس بيبقوا موهوبين. بس رعاية الموهبة في الوقت الحالي بتكلف، لان المسؤول عن رعاية الموهبة شال ايده. فاصبح الاب والام اللي عندهم الرغبة لو انا في رعاية مواهب ولادهم بيبحثوا عن مصدر لو انا آخر. عايزة ابني والمصدر ده ما بقاش سهل الوصول. ما هو ده من ضمن جزء من التعليم. انا مش عايزة احشر معلومات وخلاص واخليه مهندس او صيدلي وخلاص. بيطلع حمار مش فاهم حاجة. لكن لما انا اعلمه ازاي ياخد جنب الموهبه الدراسه، بيمرن عقله. لما انا عندي موهبه وعندي دراسه، هحفزه انه هيذاكر وهيجيب مجاميع كويسه جدا، وفي نفس الوقت مثقف، لان الموهبه بتساعدني على الثقافه. اكيد. لكن الدراسه حاجه والثقافه حاجه تانية خالص. انا ممكن ابقى دكتوره بشريه او جراحه قلب او وتيجي تساليني في سؤال ثقافي مش عارفه ارد عليكي، او في مجال العلمي بتاعي مش هقدر ارد عليك، لاني انا مش مدربه مخي على هوايه القرايه مثلا، هوايه الرسم، هوايه الموسيقى، اسمع موسيقى عمر خيرت، اسمع اي مجال من جميل. رعايه الذكوات المتعدده. خلاص احنا ما بقيناش
بنقول ان ولادنا قادرين على حاجه واحده، لا لا، هم مبدعين وقادرين على حاجات كتيره جدا. هو في نظريه جديده اسمها الذكاءات المتعدده فعلا، نظريه تربويه حديثه، هي بقى لها الحقيقه فتره بس احنا حديثه في العصر الحديث يعني. جاردنر العالم الامريكي هو اللي اكتشفها، لكل انسان في مواهب متعدده. ايوه بالظبط. ومفيش حد، مفيش انسان فاشل ومفيش انسان غلط. المشكله فينا كتربويين او في التربيه والتعليم والبيت كمان، ازاي طبعا البيت ده اساس مع مع التربيه، بس هو اللي هيساعد الطفل يبحث بره ويقدر المنظور ايوه اللي ممكن غيرنا يحبطها فيه. ما هو انا ممكن البيت ما عندوش ثقافه، ودي كتير يعني. فاحنا كمدرسه بقى، المدرسه هي اساس. ما عندهمش ثقافة لكن عندهم وعي يا دكتور. ممكن يبقى ممكن انسان غير متعلم لكن عنده الوعي الكافي بالظبط انه يساعد نفسه ويساعد ولاده على ان يبقى عندهم المبادرة، عندهم المثابرة والقدرة على الانجاز في مواهبهم قبل دراستهم. الطفل لو لقى نفسه في موهبة هيجبر بره المنظومة ان هي تساعده. جميل. هو البيت في كل الاحوال. الفنانة جيهان عبد المسيح ودكتور عماد أحمد إسماعيل الهواري المدرس بكلية التربية جامعة قناة السويس، كنتوا ضيوفنا الأعزاء في هذه الحلقة اللي استعرضنا فيها حياة ليوناردو دافنشي، ليس بعيدا عن واقعنا الفعلي اللي بنعيشه في مصر في رعاية مواهبنا وفنانينا. أشكركم وأتمنى لكم كل نجاح وتوفيق. شكرا. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، كنا معا ونقطة تحول. شكرا لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.